ويوجد الرقم مثلا أوجد طول البناية أو مساحة الدائرة أو شيء زي بالضبط، يطلع لك رقم مثلا 500 متر ولا وهي تكون مثلا مرسومة عنده على الورقة وطولها 5 سنتي وكذا شيء، يقول طب فكر 500 متر ولا هذا، هل الإجابة منطقية ولا غير منطقية؟ كثير من الطلاب للأسف بيقول لك ما أدري هذا اللي طلع عندي في الكالكوليتر صحيح؟ طب هو الكالكوليتر مين اللي اشتغل على الكالكوليتر؟ أنت اللي اشتغلت عليه صحيح ولا لا؟ يعني لابد من إيش؟ أن الطالب ينتقل لمرحلة إلى ما بعد الحساب بس، ويحاول يسوي جستيفيكيشن ليش مثلا، هل هذا منطقي ولا غير منطقي؟ الله أكبر الله. طيب الموضوع الثاني اللي هو الحركة أو بداية الحركة، وجرت العادة أن نبدأ بالحركة الخطية أو الحركة في بعد واحد. في بعض الأشياء الأساسية نفكر فيها مع بعض، مفهوم السرعة، السرعة المتوسطة أو متوسط السرعة. متوسط السرعة لأن التغير في المسافة على التغير في الزمن، V دلتا X على دلتا T، هذا التعريف اللي دائما بمر معه مع الطلاب. ويكون عندي في هذه الحالة نركز أيضا نشوف مثلا عندنا نبدأ معهم الوحدات، مثلا إيش وحدة السرعة، شو وحدة المسافة على الزمن، الفرق بين السرعة والسرعة المتجهة، ومين منهم كمية قياسية مين كمية متجهة. هذه الأولوية ليش؟ لأنه احنا درسنا المتجهات والكميات القياسية، والآن بدأنا نأخذ أمثلة معينة أو محددة مثلا. فكثير من الطلاب حتى في مستوى الجامعة عندنا يخلطوا بين السرعة العادية ومتجه السرعة. شو تعريف السرعة؟ شو تعريف متجه السرعة؟ كثير من الطلاب يخلط بين الإزاحة والمسافة، إزاحة والمسافة دائما يخلطوا فيها. ففي أمثلة بسيطة ممكن نعطيها للطلاب بحيث أنه نميز بين السرعة، بين السرعة والسرعة متوسط السرعة، السرعة والكميات والسرعة المتجهة. التمثيل البياني للمسافة مع الزمن، ما أدري المر مع الطلاب في أي مرحلة، في أول ثانوي، أول ثانوي أول شيء بدرسوا ممتاز. إذا عندنا مثلا إذا كان عندنا المنحنى هذا يمثل التغير في المسافة على الزمن. عندي في الجامعة الطلاب ما أبدأنا في هذا الصحيح، أبدأ لهم مثال بسيط، دائما أستخدم مثال السيارة، ودائما أعطيهم مثال أقول سيارة البورشة هاي اللي عندنا، أرسلهم سيارة صغيرة أقول لهم ركبت بالسيارة ومشيت مثلا للخبر، عندنا في الجامعة قريب من الخبر، سيارة واقفة نقطة الانطلاق عندك، إذا خلينا نسمي هذه النقطة 00، شغلت السيارة ومشيت دعست بنزين صار عندك تسارع معين كويس، وقفت على البوابة الموقع ثابت، لكن هل الزمن ثابت؟ طلع على الساعة هل ثابت؟ لاحظ الزمن ثابت بتحرك، الزمن بتحرك، بينما السرعة عداد السرعة شو ماله؟ صفر. طيب تحركت انت انطلقت عندك إشارة، نفس العملية تكررت، وصلت الخبر بعدين رديت من الخبر رجعت مرة ثانية على الجامعة. أقول طيب خل نمثل هذا، يعني نعطيهم مثال عملي بسيط وبعدين نحاول نستنتج منه إيش الرسمة هذه. ليش؟ لأنه إذا بدأت بالرسمة هذه مباشرة ما راح يكون لها معنى عند الطالب. بالضبط
صحيح؟ لأنه أقول له مثلا أنت راكب سيارة وتسارعت السيارة أو مشيت بخط مستقيم أو سرعة ثابتة أو لاحظت مثلا شو اللي بصير عندك قراءة عداد السيارة وربطتها بالساعة اللي عنده، يقول له إنه أهم شيء عندي الزمن هذا دائما بتحرك دائما بيزداد، صحيح؟ بالضبط. فهذه يعني بيقدر يربط الطالب تغير المسافة مع السرعة قبل ما إيش؟ قبل ما يكون عنده رسم البياني هذا. بالضبط. فالآن مثلا رسمنا المنحنى هذا، إذا رسمنا المسافة عندي بتتحرك تزداد مع زيادة إيش؟ الزمن. طيب نسأل الطالب شو صار في المنطقة هذه؟ شو صار للسرعة؟ شو صار؟ أيوه تحرك. أيوه وبعدين شو صار؟ بعد بالضبط. إذا فبنقدر مثلا طب شو صار في المنطقة هذه عندي؟ أيوه. نقول له هان وقفت على الإشارة، صحيح؟ صحيح؟ وقفت على الإشارة. كويس أحيانا نعطي لهم مثلا نكتة بسيطة خفيفة حيث إنه وبعدين المنطقة هذا شو صار عندي وبعدين شو صارها. فلما يربط الطالب المنحنى هذا مع يعبر عنه بكلمات بينطلق من المجرد إلى بالضبط لا شيء محسوس. بالضبط ممتاز أحسن. يعني ممكن زي ما قال الأستاذ إنه وضع على شكل مدن على شكل أماكن على شكل كذا، وصل الخبر وصل الدمام وصل كذا، بعدين رد مرة ثانية. بالضبط كويس. فهذا عندي ايش مثلا من النقطه هذه راح وين رجع وين وصل لعند النقطه هذه، صحيح؟ طب شو صار بعدها؟ تجاوز مره ثانيه نقطه البدايه الموقف السيارات اللي كان واقف فيه، هذه راح الى ما بعد السيارات، صحيح؟ ورجع مره ثانيه له، صحيح؟ يعني كان عندنا في الجامعه راح الخبر بعدين راح منطقه ثانيه قريب من الجامعه الدوحه مثلا او ارامكو او منطقه ثانيه، ورجع مره ثانيه لوين؟ لموقف السيارات هذا. طيب السؤال الآخر حتى نميز بين مفهوم الإزاحة والمسافة. طيب نقول مثلا كم المسافة اللي قطعها لما رجع للجامعة مثلا؟ المسافة راح المسافة أقصى مسافة وين وصلها وبعدين رجع هذه المسافة، فالمسافة كل هذه. طيب كم الإزاحة؟ الإزاحة صفر. ففي هذه الحالة بيدرك الطالب تماما إيش؟ بيستطيع انه في مثال عنده عملي انه الازاحه ما هي شيء مجرد، ما هي شيء في الرياضيات، ما هي شيء اني فقط بحصل عليها من المتجهات، لا موجود مستخدمها في حياتنا اليوميه في حياتنا العاديه. يقول له انت الان لما ترجع للبيت بعد ما رحت المدرسه، رجعت البيت رجعت بتنام نفس السرير اللي نمت عليه امس، كم الازاحه خلال اليوم هذا خلال نهارك الكامل؟ طب كم المسافة اللي تحركتها طول اليوم هذا؟ هل هي صفر؟ صحيح؟ بالضبط شوف عداد السيارة، صحيح؟ إذن هذه يعني من الأمثلة البسيطة جدا لكنها إيش؟ زي ما قلنا بتربط المجرد مع شيء محسوس، وهذا اللي بيصير يبدأ يميز طالب عن طالب. طيب الآن ننطلق لنقطة ثانية اللي هي السرعة مثلا. كم مقدار السرعة في المنطقة الأولى؟ كم مقدار معدل السرعة مثلا؟ لو بدي مثلا أحسب مقدار معدل السرعة لما رجع لنفس النقطة، فشوف المسافة الكلية مع الزمن، صحيح؟ طيب السرعة المتجهة في هذه الحالة، السرعة المتجهة عبارة عن الإزاحة على الزمن، صحيح؟ لكن السرعة عبارة عن إيش؟ مسافة على معدل السرعه اللي غير المتجه، عباره عن المسافه الكليه. هل السرعه معدل السرعه يساوي صفر؟ لكن معدل السرعه المتجهه تساوي صفر. واضح؟ طبعا ممكن نسال الطالب المنطقة هذه المستوية هذه كم مقدار السرعة؟ صفر. طب ما في عندي مسافة هنا،
يعني من الأسئلة أحيانا نسألها تفكر المنطقة هذه المستوية هذا من النقطة هذه للنقطة هذه يعني من الزمن بين الزمن 4 و5 كم السرعة؟ أيوة نسأل الطالب نحاول أحيانا أحب بعض المسائل اللي تعطي شوية confusion يعني تخلي الطالب إنه أقول طب ما في ما عندي الزمن بتحرك ليش صار السرعة صفر؟ أنت قاعد بالسيارة عند الإشارة، الإشارة حمراء صحيح؟ وأحيانا بيقول يفترض أنك وقفت على الإشارة الحمراء كويس؟ ما راح طيب إذا إنها أنا اللي زي ما تفضلت السرعة المسافة ما في عندي مسافة مقطوعة ما في عندي إزاحة إذا عندنا السرعة تساوي صفر. طبعا في الجامعة في عندنا السرعة اللحظية أيضا في عندهم السرعة اللحظية. مفهوم السرعة اللحظية صعب في البداية نشرح لهم إياه من خلال ميل المنحنى. فالسرعة اللحظية بتصور نرجع مثال السيارة المماس بالضبط. السرعة اللحظية مفهومها سهل علي إنه نقول له أنت راكب السيارة وبتناظر لعداد السيارة وأنت داعس البنزين على شو بصير السرعة؟ تزداد. طيب لو سألك زميلك كم سرعة السيارة؟ تناظر على العداد وتقول له مثلا 50 بعد شوي هل 50 ثابت السرعة ولا بيزداد هذا؟ طيب شو بتعني 50 هذه؟ السرعة في اللحظة اللي نظرت فيها لوين؟ يعني لاحظ انه الطالب استنتج التعريف من مثال بسيط. بينما لو كتبت لو بدأت الدرس قلت له مثلا السرعة اللحظية هي سرعة السيارة عند لحظة كذا عندما يقول الزمن إلى صفر كلام فاضي صحيح؟ ولا راح يفهمه صحيح؟ بينما اربط له اياه بمثال بسيط السيارة مثلا هو بيستنتج على طول بيقول لك يعني أنا ما بهمني إنه والله الطالب يكتب لي نفس التعريف ما أسأله عن التعريف أصلاً نفس بعض المدرسين لا بقول لك لازم يحفظ التعريف زي ما هو موجود في الكتاب حرف بحرف كلمة بكلمة يعني هذه يعني قمة القتل للتفكير عند الطالب ما نسأل أي سؤال اذكر لي تعريف كذا لأن أنا ما بدي أختبره بالفيزياء أو بالرياضيات في قديش مقدار حفظه للطالب لأنه هذه لا تسمن ولا تغني من جوع صحيح بالفيزياء ما لها أي أثر ونفس الشيء بالرياضيات أنا إذا الطالب عرف يستخدم لي هالمفهوم هذا في مثال حقيقي مثال بسيط هذا اللي بدي أنا صحيح طيب